لو الحكاية فيها إن فيتو. هل المجد يسمع؟ حال الكون يجب أن يصل الأوضاع لأن الانتخابات قبل الشيء قبل نهاية شهر نوفمبر. احنا عملنا الانتخابات شهر نوفمبر الناس انت عملناها طبقا للائحة احنا الاتحاد الوحيد اللي عنده لائحة. لا 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 مفيش مش الموضوع مش كده احنا ايه بقى فرقه يا برنامج فاصل طب انا ما بنبصش ده انت بتروح يا ابني انت رايح الله يرضى انا اللي هجيب لك فاصل اهو واحد اللي بيقول لك تعالى اتفضل لا 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 رياضيه انت اديني 5 دقايق او هي رياضيه قائمه وقت لعبه طب فيها ضغط دون رسوم تمام خلال قد ايه 16 الماده اللي بعديها من الاصدار استمر المجال الثلاث ثلاثه رياضيه اللي هو هو وانا وكلنا طب انا مدة مجلس ان شاء الله مع السنة اللي جاية بص حضرتك بص حضرتك ده واحدة ده ما انا هقول لك بس تلك المجال الكلام اللي انت بتقوله الكلام اللي انت بتقوله ينطبق على المجالس اللي بتمثلها التعيين النهارده الجولة معلش انت منتخب بس قعدت فترة معين خالص وانا ايوه حلو خلاص يعني انتخاباتك خلاص خلينا بقى نتكلم على عنصر الرياضة اللي بتقوله يا راجل انا هقول لك احنا دلوقتي في اطار الرياضه العموميه لا 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 اطار الرياضه اللي حصل النهارده في الجزائر انت